بسم الله الرحمن الرحيم. كوندكشن بلوكس، فيرست ديجري هارت بلوك. حوار الهارت بلوك عايزه تركيز بس في الاي سي جي، في استرب طويله. شوف العلاقه بين البي والار، هل هي على مسافات فيكسد او انها بتطول، او ان هو في علاقه بين البي والار او بي والكومبلكس او لا. وبرضه البيهات، هل البيهات كلها ريجولر او لا؟ وممكن يكون مثلا انا عندي بي انا مش شايفها، لو هو مثلا البي ويفز كلها ريجولر، فانا مثلا ممكن يكون في بي جايه جوه الكومبلكس، فانا اتوقع مكانها. افترض مثلا الاتيال ريت مثلا بمعدل مثلا 100، والفنتريكولار ريت لاي سبب مثلا بمعدل 40 او 30 او 20 وات ايفر يعني، فده مثلا ماشي مع ده. ممكن يكون هو في كوندكشن او ما فيش كوندكشن، بس ممكن يكون مثلا البيهات ريجولار والكومبلكسس ريجولار، وبي مثلا جوه وسط جايه وسط الايه؟ وسط الكومبلكس. فانا لو البيهات كلها ريجولار ممكن يكون اتوقع ان في بي ساقطه ايه؟ جوه الايه؟ جوه الكومبلكس. ممكن يكون انها تبان مشوهه شويه شكل الكومبلكس، او انها مش باينه خالص. تمام؟ دي خلاصه القصه. بي ار يعني مثلا هي البي ار ديت هي نورمال ولا برولونجد ولا مثلا فيها يعني في جرادوال برولونجيشن، والبيهات والكومبلكسز. فيرست ديجري هارت بلوك اعتقد ده اسهل حاجه فيهم، يعني هو مجرد برولونجيشن للبي ار انترفال. بي ار انترفال اكتر من 200 ملي سكند، اللي هي 5 سمول ايه سكويرز. There is delay without interruption in the conduction from the atria to the ventricles. Marked first degree heart block is present if BR أكتر من 300 ملي سكند. أنا مجرد إن أنا عندي الـ BR interval طويلة طويلة وفيكسد وكل حاجة ريجولار، أنا ما عنديش أي حاجة تانية خالص، كل بي وراه كومبلكس والمسافة بين الـ B والـ R طويلة وكلهم زي بعض، كل الـ يعني كل البيتس نفس الايه نفس الـ نفس الطول ونفس الشكل ونفس كل حاجه. هنا انا عندي بس مجرد ان البي ار انترفال طويله، يعني كده ايه 7 مربعات، طبعا ايه من اول البي لاول الايه الكي ار اس. اولا كل البيهات شبه بعضها، والبيهات كلها على مسافات ريجولار، والكومبلكسز برضو على مسافات ريجولار، وكل البي ار انترفال طويله طويلة، وهي فيكسد على انها طويلة، مفيش اي حاجة تاني خالص. هنا ماركت فيرست ديجري هارت بلوك البي ار انترفال اكتر من 300 ملي سكند، دي ويفز ار بريد ان ذا بريسيدنج تي ويفز. انا برضو عندي بي وعندي ورا كل بي كومبلكس، والمسافة بس ايه اطول من الايه من اللي فاتت. هنا ساينس برادي كارديا ويز فيرست ديجري هارت بلوك، وبرضو بي ار انترفال اكتر من 300 ايه ملي سكند. بي ار انترفال برضو ايه يعني مثلا من اول هنا اهو لحد هنا، فدي مثلا ايه قرب الايه مربعين تقريبا اهي. تمام كده، يبقى جاي بي ار انترفال برولونجد وفيكسد ومفيش اي حاجه تاني. نورمال ساينس ريزم وسفيرست ديجري هارت بلوك بي ار انترفال 260 ملي سكند، برضو نفس الكلام. يعني لو خدنا مثلا واحده زي دي مثلا، ادي ايه ادي برضو من اول البي لاول الايه الكومبلكس، انا كده حوالي ايه مربع ونص ايه كبير. يعني مثلا الريزم ستريب دي البي ار انترفال كلها طويله وكلهم شبه بعض، هي برولونجد وفيكسد. يعني مثلا لو هي مربع ونص مثلا، هم كلهم مربع ونص ومربع ونص ومربع ونص، وعمالين بيتكرروا زي الايه زي التوائم، مفيش فيهم اي افتكاسات ولا اختلافات ولا اي بتاع. كوزس انكريز دي فيجل تون، اي واحد اسيليتيك انفيرور ام اي ميترال فالف سيرجري مايكوردايتس هايبركليميا اي في نودا بلوكنج دراج زي البيتا بلوكر والكالسيوم واللانوكسين والاميدورون، او انها نورمال ايه فاريانت. كلينيكال سيجنيفيكانس از ان ايزوليتد فايندينج ذيس از ا بيناين انتيتي ذات دازنت كوز هيموداينامك انستابيليتي، يعني احنا ايه ما فيهاش اي مشكله. السكند ديجري سكندري بتقسم بقى لكذا ايه نوع. موبيتيز 1 اللي هي بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار انترفال بيفور اميزد كيو ار اس. انا عندي الفيرست مجرد اللي هي بي ار انترفال برولونجد وبس، انا مثلا شكلي كده انا طولي مثلا بدل ما هو متر هو مترين وفيكسد على طول مترين، لا انا هنا جرادوال برولونجيشن، انا عمال بطول بتمط بتمط زي استك مثلا، عمال بيتمط يتمط يتمط وبعدين جيت قطع فالكومبليكس ايه وقع مجاش، يبقى انا بي ار انترفال انا كنت مثلا نورمال
طولت شوية، طولت كمان، طولت كمان، لحد ما الكومبليكس ايه طار وما جاش. الموبيتس 2 هنا absence of progressive prolongation of the VR interval. هو الكلام ده لسه هقوله تفصيلا يعني، بس ده مجرد عناوين. absence of progressive prolongation of VR interval before the missed QRS complex. بمعنى ان انا الاي سي جي ماشي كله يعني نورمال، البي ار انترفال كلها نورمال، بس انا جيت عند بيت ما جاش كومبليكس، فهي بقى اكنها 2:1. دي هنشوفها بعد شويه. فيكسد ريشيو ان انا عندي 2:1 او 3:1، ان انا ماشي على طول بمعدل مثلا ايه 3:1، 3 بي وكومبليكس، 3 بي كومبليكس، 3 بي كومبليكس، وانا ماشي كده فيكسد مش بتغير، تمام. وبرضو البي ار انترفال انا هنا نورمال. هاي جريد اي في بلوك، انا عندي البلوك في الايفن وود بيبقى عالي جدا، لدرجه ان انا عندي بقى ايه يعني عدد كبير من البيهات، وبعديه مثلا كومبليكس، ممكن مثلا 4 بي و1 كومبليكس، 5 بي و1 ايه كومبليكس، بس برضو المسافه بين اللي هي البي ار انترفال في الكومبليكس اللي جه انا برضو هنا نورمال، انا مش ايه مش طويله. الموبيتس 1 progressive prolongation of the BR interval culminating in an unconducting B wave. BR interval is longest immediately before a dropped beat. BR interval is shortest immediately after the dropped beat. انا هنا gradual prolongation، يعني مثلا ادي هنا ال BR بعدين تطول شوية تطول شوية لحد ما تيجي واحدة تقع، تمام. يبقى انا هنا مثلا كده اكن انا هنا ايه 2:1، يعني انا مثلا لو انا خدت الجزء ده بس اللي هو الاتنين بي وبعديه الكومبليكس، ده كأنه هنا 2:1، تمام. بس انا هنا مش فيكسد 2:1، يعني انا لو شفت الجزء ده بس انا مش هبقى عارف هي الريزم ده ايه، هل هو موبيتس 1 ولا اللي هو موبيتس 2 ولا هو الفيكسد ايه فيكسد ريشيو. انا عشان اعرف وده ايه لازم بقى ايه ريزم ستريب ايه طويلة، واشوف هي البي ار دي كانت ظروفها ايه، يعني ممكن يكون بتكبر حاجة بسيطة احسبها بالظبط. يعني انت بص احسب مثلا، او احسب دي، احسب دي مثلا، ده مربع كبير اهو وهنا مربع صغير ونص، يعني مثلا 6.5. احسب مثلا دي من اول هنا لحد هنا، دي يجي مربعي، تمام. المهم ان انا دلوقتي انا جرادوال برولونجيشن بي ار بتطول 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 لحد ما الكومبليكس وقع، وبعدين جه بعد كده ده يعني مثلا ده المفروض يكون في هنا كومبليكس، الكومبليكس ده ايه ما جاش، وبعدين جت بي تانية وراها ايه كومبليكس، فانا بقى عندي هنا 2 بي وبعديه ايه كومبليكس، بس انا عندي هنا البي ار انترفال هنا ليست فيكسد، هي متغيره بتطول، تمام. فدي اول حاجه ان انا اركز عليها، ان البي ار هنا هل هي الفيكسد او انها فيها جرادوال ايه برولونجيش. طبعا برضو هنا الريت بتاع البيهات هتبقى ريجولار، يعني مثلا هنا بي بي بي، كل المسافات دي اصلا برضو ايه ريجولار، لان انا اصلا كاتريال اكتيفيتي انا ما عنديش مشكله اصلا، مشكله عند الايه عند الايفين وول باول، انما انا كساينس ريزم انا عمال ايه بطلع ريجولار، انا ما عنديش اصلا اي مشكله، فانا لازم اكون ايه ريجولار. موبيتس 1 اي في بلوك progressive prolongation of the VR interval with a subsequent non-conducted B waves. انا برضو عندي هنا اهي ادي بي وراه كومبلكس، بي وراه كومبلكس، بس دي اطول، دي هنا باينه اهي اطول اطول، بي ار كومبلكس، بي ار كومبلكس لحد ما تيجي بي ومفيش وراها ايه كومبلكس، ده برضو نفس الكلام لحد ما تيجي بي مفيش وراها كومبلكس، فانا برضو هنا الاثنين بي والكومبلكس ده الحته دي 2:1، والحته دي والكومبلكس ده برضو ايه 2 ايه 2:1، لكن اما ارجع افصصها او اشوف بالريزم ستريب ده ايه اعرف ال 2:1 دي جت بسبب ايه، جت بسبب ان انا موبيتز ايه موبيتز 1 ولست فيكسد مثلا 2:1، او مش موبيتز 2 زي ما هنقول بعد شويه. ريبيتنج 5:4 كوندكشن ريشيو اوف بي ويفز تو بي ار اس كومبلكس، اللي هو ان انا عندي 5 بي يعني و4 ايه و4 كومبلكس. relatively constant BB interval despite irregularity of QRS complexes. هنا في الموبيتس 1 اولا البي ريجولار، الكومبلكسس هنا بتبقى ايه؟ بتبقى الى حد ما 50
فيها سنة ايه الريجولاريتي، لان انا اصلا اذا كنت انا بي ريجولار وانا ككومبليكس المسافة ما بين الكومبليكس وبين البي هي اصلا ليست ريجولار، ليست ثابتة، ليست فيكسد، فطبيعي ان انا هكون ايه الريجولار. كعلاقة رياضية ده شيء مثلا ماشي ريجولار ريجولار ريجولار، لو انا ريجولار للريجولار ده فانا هكون كمان ريجولار. لا، انا بالنسبة له انا الريجولار، انا على مسافات متغيرة من كل بي، البي الاولانية غير البي التانية غير البي التالتة غير البي الرابعة لحد ما الكومبليكس ده وقع، فانا هنا بيبقى في سنة ايه الريجولاريتي. يبقى برضو اللي انا عايز اطلع بيها من السلايد دي ان انا دلوقتي ان انا البي ريجولار لكن الكومبليكسس الريجولار، وانا عندي هنا 2 الى 1 تمام. بس هبص على الريزم ستريب كلها هعرف ان ايه اللي دي ليست فيكسد 2 الى 1 وان انا دي جرادوال برولونجيشن لحد ما الايه ما الكومبليكس ايه وقع. موبيت از وان اي في بلوك تي ار اس كومبليكسز كلاسترد ان جروب سيبريتد باي ان كوندكتد دي ويفز اللي هي مثلا دي بي كيو ار اس كوندكشن ريشيو من 5:4 ل 6:5، يعني انا عندي 5 بي و4 كومبليكس و6 بي و5 ايه كومبليكس اللي هو هنا او هنا في بي ايه ما فيش بعد جيبش بعدها كومبليكس. نوت ذا ديفرنس ان بي ار انترفال بتوين ذا فيرست اند ذا لاست كيو ار اس كومبليكس اللي هو اللي هي مثلا اللي هنا زي دي، هنا مثلا البي ار انترفال اهي، انما دي باينه خالص انها كبيره جدا تمام كده لحد ما الكومبليكس ايه وقع. يبقى انا دلوقتي المسافه ما بين البي ار ليست ايه ليست فيكسد، المسافه دي غير دي غير دي غير دي لحد ما جت هنا ايه طارت. بص دي البي ار، خلينا في دي البي ار، ادي من اول البي لاول الكومبليكس تقريبا ده مربع كبير صح كده، هنا بقى من اول هنا لحد هنا مربعين، وده ده اللي في النص بينهم ده اكبر اهو، ده يجي له مربع ونص تقريبا تمام. فهي البي ار ليست فيكسد بي ار خلاص لحد ما جه مثلا بعد كده ادي البي وما جيش وراها ايه ولا شرط كومبليكس. The BB interval remains relatively constant. The greatest increase in BR interval duration is typically between the first and second beats. The weakened Bach pattern tend to be repeated in BQRS group with a ratio 3 2 4 3 او 5 4. ان هي هتيجي ايه لجروبس، يعني هفترض مثلا ان انا يعني مثلا 3 الى 2، 3 الى 2 دي معناها ايه؟ ان انا عندي 3 بي و2 كومبليكس، يعني انا كل 3 بي في كومبليكس ايه وقع، فانا هفضل اتكرر كده وهفضل اتكرر في نفس الايه في نفس الجروبس. كوزز برضو دراجز بيتا بلوكر وكالسيوم شانل ولانوكسين اميلورون انكريز دي فيجال تون انفيرور ام اي مايوكارديتس بوست كاردياك ايه سيرجري. كلينيكال سيجنيفيكانس موبيتيز 1 از يوجوالي ا بيناين ريزن كوزنج مينيمال هيموداينامك ديستربنسز اند ويز لو ريسك اوف بروجريشن تو ثيرد ديجري هارت بلوك. يبقى انا في المعظم انا ايه بيناين. اسيمتوماتيك بيشن don't require treatment. Symptomatic patient usually respond to atropine. Permanent basing is rarely required. يبقى انا كده دلوقتي انا كموبيتس 1 انا ايه يعتبر حاجه ايه benign. موبيتس 2 a form of second degree AV block in which there is intermittent non-conducted B waves without progressive prolongation of the BR interval. انا عندي الثانيه الموبيتس 1 انا كان عندي في واحده نون كوندكتد بس كان البي ار ايه ليست ايه ليست فيكسد جرادوال برولونجيشن 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 لحد ما ايه ما واحده ايه وقعت تمام. يبقى انا الواحده اللي وقعت دي كان كان عندي 2 الى 1 2 بي و1 ايه ل1 كيو ار اس، لكن انا هنا هاجي برضو واحده هتقع لكن البي ار انترفال كلها فيكسد، الثانيه بقى فيها جرادوال برولونجيشن. يعني مثلا هنا ارو انديكيت دروبت كيو ار اس كومبلكسز هي النون كوندكتد دي، مثلا ممكن تبقى زي الثانيه، انا عندي مثلا هنا بي كومبلكس بي كومبلكس بي كومبلكس بي كومبلكس اللي هو اللي وقع يعني تمام. نفس الثانيه، الثانيه برضو كان بي ومفيش وراها ايه مفيش وراها كومبلكس، بس الثانيه كانت كلها ايه عماله بتطول دي وبعدين دي اكبر منها وبعدين دي اكبر منها لغايه لما جت البي ومفيش وراها ايه مفيش وراها كومبلكس. لا انا هنا يعني اكاد اكون زيها، كل بي وراها كومبلكس بي وراها كومبلكس بي وراها كومبلكس
لكن انا كبي ار انا فيكسد 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 لحد ما ده جه ايه فجأة ما جاش. ده برضو نفس الكلام موبت تايب 2 ريزم ستريب ديمونستريتنج نون كوندكتنج بي ويفز. طبعا ما علينا من شكل الكومبلكس، يعني انا برضو عندي هنا ايه البي ما فيش وراها كومبلكس، هنا برضو 2 بي ما فيش وراهم ايه كومبلكس، لكن هنا انا بي كومبلكس بي كومبلكس. شاهد يعني ان انا البي ار انترفال انا هنا فيكسد، انا لاست برولونجد او بيحصل لي برولونجيشن او جرادوال برولونجيشن. انا اي سي جي ماشي عادي خالص، انا مثلا في بيهات ما جاش بعدها ايه ما جاش بعدها كومبلكس. ذا بي ار انترفال ان كوندكتد بيتس ريمين كونستانت، ما عنديش مشكله خالص في الايه في البي ار. ذا بي ويفز مارش ثرو ات ا كونستانت ريت، برضو البي ويفز انا ريجولار انا برضو ما عنديش مشكله. انا لازم مثلا من الاس اي نود انا ما عنديش اي مشكله اصلا في اي حاجه، انا مثلا بفاير على ريت 100 مثلا فانا طالع بريت 100 وريجولار تماما ما عنديش اي حاجه. ذا ار ار انترفال سراوندنج ذا دروبد بيتس حوالين الدروبد بيتس is an exact multiple of the preceding RR interval. يعني انا مثلا انا لو في بيت واحده حصل لها دروب او كومبلكس يعني حصل له دروب، يبقى انا الار ار اللي على اليمين وشمال الكومبلكس ده انا ضعف الار ار دبل ذا بريسيدنج ار ار انترفال فور ا سنجل دروب بيت اور تريبل فور تو دروب بيت. يعني انا مثلا انا المفروض كان يبقى ايه في كومبلكس هنا، ده اللي ايه ده الدروب كومبلكس، المسافه ما بين الار دي والار دي هي ضعف دي، ده شيء منطقي لان المسافه مثلا بين دي ودي هي ضعف دي هي يعني انا اكيد ان انا فوتت ار المسافه بين الار دي وفوت الار اللي بعدها والمسافه الار الايه الثالثه دي تمام. هو كل الطيب ثابت ما فيش اي حاجه خالص غير ان الكومبلكس كده اتشال من الايه من الصوره. يبقى انا كل البي ار انترفال فيكسد لحد ما جه بي ما فيش بعدها كومبلكس. causes برضو anterior MI idiopathic fibrosis the conducting system cardiac surgery inflammatory condition autoimmune hyperkalemia برضو ايه drugs نفس الدراجز. clinical significance Mobitis 2 is much more likely than Mobitis 1 to be associated with hemodynamic compromise severe bradycardia and progression to third degree heart block onset of hemodynamic instability may be sudden and unexpected causing syncope stokes adam attacks or sudden cardiac death. The risk of asystole is around 35% per year. Mobitis 2 mandate immediate admission for cardiac monitoring backup temporary pacing and ultimately insertion of a permanent pacemaker. Fixed ratio AV block second degree heart block with a fixed ratio of B waves to QRS complexes. ان انا ماشي على يعني مثلا ايه الثانيه الموبيتس 1 قلت انا بي وراه كومبلكس بي وراه كومبلكس بي وراه كومبلكس لحد ما الكومبلكس وقع، بس انا عندي البي ار انترفال عماله ايه بتطول 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 لحد ما الكومبلكس ايه وقع كانه زي استك عمال بيتنطط لحد ما اتقطع كومبلكس طار. الموبيتس 2 انا برضو عندي جه بي ما فيش بعدها كومبلكس لكن البي ار كلها فيكسد كل يعني كبي كومبلكس شبه اللي بعده اللي بعده شبه اللي بعده شبه اللي بعده لحد ما جت بي ما فيش بعدها حاجه. لا انما هنا انا فيكسد ريشيو انا ماشي على طول مثلا 3 ل 1 3 بي كومبلكس 3 بي كومبلكس 3 بي كومبلكس وماشي بنفس المنوال ده على طول الايه على طول الاس جي. يعني هنا مثلا 2 ل 1 بلوك انا عندي 2 بي كومبلكس 2 بي كومبلكس 2 بي كومبلكس 2 بي كومبلكس فانا ماشي 2 الى 1 على طول الايه على طول الخط. هنا اتريال ريت از ابروكسيماتلي 75 فنتريكولار ريت 38 تقريبا النص. نون كوندكت بي ويفز ار سوبر امبوزد اون ذا اند اوف تي ويفز. يعني هنا انا تقريبا هنا ايه 2 الى 1 يعني مثلا واحد زي ده اهو ادي بي وادي بي وكومبلكس ادي بي وادي بي كومبلكس ادي بي وادي بي كومبلكس فهنا ماشي برضه فيكسد ايه معدل يعني مثلا في الريزم ستريب برضه اهو ادي 2 بي كومبلكس 2 بي كومبلكس 2 كله 2 الى 1 مفيش ان انا ما عنديش جرادوال برولونجيشن يعني البي ار انترفال كلها فيكسد تمام فانا ما عنديش جرادوال برولونجيشن فانا مش موبتس 1 تمام وانا برضه البي ار انترفال كلها فيكسد لكن انا مثلا مش بيجي مثلا كل بي وراه كومبلكس وبيجي مثلا بي الكومبلكس بعدها ايه بيسقط فانا برضو مش موبتز ايه تو لا انا ماشي فيكسد ريت 2 ل 1 2 ل 1 2 ل 1 2 ل 1 ما مش بتغير.
هنا 3-1. ذا اتريال ريت از ابروكسيماتلي 90، ذا فنتريكولار ريت حوالي 30. نوت هاو افري سيرد بي از اولموست انتيرلي كونسيلد ويزن ذا تي ويف. انا زي ما قلت الاول، انا ممكن اكون مثلا انا مش عارف مكان البي ويفز لو هي مثلا جايه ايه جوه الكومبلكس، بس انا ممكن اشوف مثلا البي ويفز دي ماشيه ايه على ريجولار ريت، فانا ممكن اكون متوقع مكانها انها تكون جوه الكومبلكس وانا مش شايفها. برضو قصه انها بتيجي جوه الكومبلكس عشان هي يعني البيت دي ملهاش دعوه، مش هي اللي عدت للايفي نود وعملت الفنتريكولار كونتراكشن، فعشان كده هي الفنتريكل مش هيجي بعدها، لا هي مثلا في بي عدت من الايفي نود والكهرباء نزلت للفنتريكل، والفنتريكل خلاص بيكونتراكت والديبولاريزيشن والكومبلكس والتي والكلام ده كله شغال. في نفس الوقت البي دي عدت، الاتريم لسه شغال فوق، ففي عشان كده بي ممكن تيجي في نفس الوقت بتاع الالكتريستي بتاع الايه؟ بتاع الفنتريكل. فانا هنا ده ممكن يبان مثلا اكنها 2-1، يعني مثلا لو انا قلت دي بي واضحه ودي بي واضحه وراها كومبلكس، وبرده دي بي واضحه ودي بي واضحه وراها كومبلكس، بس لو انا قلت 2-1 يبقى ده مش هيكون ايه اللي هي ريجولار بي ويفز. يعني لو انا مثلا الاثنين دي وكومبلكس والاثنين دي كومبلكس، لا ده ازاي البي جت المسافه دي كلها، فهو اكيد لازم يكون في بي هنا. هاي جريد، هاي جريد سكند ديجري هارت بلوك with a BQRS ratio of 3-1 or higher. يبقى انا دلوقتي عديت بقى مرحله ان انا ايه يعني لا ممكن يكونوا مثلا 5 6 بيهات مع كومبلكس واحد. producing an extremely slow ventricular rate. unlike third degree heart block there is still some relationship between the B waves and the QRS complexes. مثلا واحد زي ده high grade AV block 4-1 ratio. اتريال ريت از ابروكسيماتلي 140 والفنتريكولر 35. انا عندي هنا مثلا 3 بي جدا يا واضحين جدا، ادي 1 2 3 كومبلكس، برده 3 كومبلكس 3 كومبلكس، وبرده اكيد دي ايه 3 وكومبلكس، تمام. فهي الواضح خالص ان هم 3 كومبلكس، لكن انا مع توقع ان البي ويفز ديت انها ريجولار، تمام، يبقى انا لازم يكون عندي ايه كومبلي بي نازله جوه ايه جوه التي. فانا هنا 4-1 ولست 3-1. واضحه ولا مش واضحه؟ هي باينه انها 3، يعني مثلا ده باين انها 3-1 3-1 3-1 خلاص كده. فده كده ايه يعني سكند ديجري هارت ايه سكند ديجري هارت بلوك، او اللي هو الهاي جريد ايه هارت بلوك. القصه ان انت ايه انت هو انت شايف 3 ما انت شايف الرابعه، يعني فاكر مثلا كان بتاع الفلاتر، الفلاتر برده كان في واحده ما كانتش بتبقى ايه كانتش تبقى باينه. انا هنا هعرف انها باينه منين، ان انا المفروض ان انا عندي البي ويفز ديت ريجولار، يعني انا دلوقتي ده سكند ديجري هارت بلوك، سكند ديجري هارت بلوك انا عندي مش كل البيهات بتنزل من فوق لتحت، تمام. احنا متفقين هو سكند ديجري هارت بلوك، تمام. سكند ديجري هارت بلوك البيهات دي المفروض تكون ريجولار ولا ريجولار؟ ريجولار. طيب انا دلوقتي عندي هنا بي وعندي هنا بي، ازاي ده ريجولار؟ هل البيهات دي ريجولار؟ ضعف المسافه، يعني بص المسافه بين دي وبين دي مربعين، المسافه بين دي ودي هتبقى ايه؟ حوالي 4 مربعات، تمام كده؟ فهي ضعف المسافه، فانا متوقع ان في واحده او هي مش باينه، انا معاك انها مش باينه. يعني انت ممكن تبص عليها ده 3 ده 3-1، تمام؟ بس انا هجيبها منين؟ انا هجيبها بقول لك هجيبها ريترو جريد، زي ما كنت بجيب الفلاتر كده ريترو جريد، ان انا دلوقتي ده سكند ديجري هارت بلوك، البيهات دي المفروض انها تكون على ريجولار ريد. ريجولار ليد المسافه بين البي والبي بقت ايه؟ بقت الدبل، يبقى انا عندي في واحده هنا وانا مش شايفها. تمام؟ انما هي باينه لا هي مش باينه طبعا. انما انت من الواحده الاولى كده ده 3-1. بص بين يعني مثلا بين البي والبي دي ادي مربعين ومربع صغير ونص. يعني المفروض لما اضربها في 2 مربعين يبقى 4، مربع ونص يبقى 3 مربعات، يبقى المفروض المسافه بين دي ودي 4 مربعات كبار. وثلاثة صغيرين. احسب بقى مثلا دي مثلا 1 2 3 4 و3 بالظبط اهي. يعني المسافة بين البي دي والبي دي هي ضعف المسافة بين دي ودي. ده برضو نفس الايه؟ نفس النظام بالظبط. أنا برضو عندي 3 واضحين خالص أهو كومبليكس 3 وكومبليكس 3 وكومبليكس. يبقى ده ايه؟ كام؟ 4-1. يعني برضو في واحدة ايه جوه الايه؟ جوه التي. ثيرد ديجري. complete heart block
سيفير برادكارديا ديوتي ابسنس اوف اي في كوندكشن دي اس جي ديمونستريت كومبليت اي في ديسوسيشن ويز اندبندنت اتريال اند فنتريكولار ريتس. كل واحد ماشي لوحده ما مش اي علاقه ببعض ايه خالص. احنا قلنا الكلام اللي فات مهما كانت الدنيا كانت ملخبطه بس كان فيه علاقه. الفيرست ديجري انا مجرد البي ار برولونجد وفيكسد. الموبيت از 1 كل بي وراه كومبليكس عماله بتطول 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 لحد ما جه كومبليكس ايه وقع. فانا هنا انا لست فيكسد ايه فلست فيكسد لكن في علاقه. الموبيت از 2 ان انا برضو ماشي فيكسد بي ار ونورمال بي ار لحد ما جت بي ما فيش وراها ايه كومبليكس. في بعد كده فيكسد ريشيو انا برضو اذا كنت ماشي مثلا 2 ل 1 مثلا انا عندي 2 بي ورايا كومبليكس، او الهاي جريد انا عندي بيهات كتير مثلا 4 بي او 5 بي ورايا ايه كومبليكس، فالبي اللي وراها كومبليكس برضو البي ار انترفال ديت نورمال، والاثنين لواحد البي ار البي اللي وراها كومبليكس برضو البي ار انترفال برضو ايه نورمال. يعني انا ما فيش عندي بي ار طويله شويه غير في الفيرست ديجري والموبت زوان اللي هي فيها جرادوال برولونجيش. الاثنين التانيين كان البي ار ايه نورمال وفيكسد. هنا كومبليت هارت بلوك ذير از اي في ديسوسيشن ويز اتريال ريت اراوند ال 100 والفنتريكولار ريت اراوند ايه 40. انا برضو ايه المسافه هي ما بين البيهات ريجولار هنا اكيد برضو في ايه بي هنا رغم ان انا مش شايفها تمام بس هو اكيد في ايه في هنا بي. يبقى البيهات ايه ريجولار والكومبليكسس برضو ريجولار. لكن ايه العلاقه بقى بين الكومبليكسس وال ولا طبعا ولا هي فيكسد ايه ولا هي فيكسد بي. يعني مثلا دي انا دلوقتي مثلا مش فيكسد يبقى انا دلوقتي مش موبيتس 2 ولا فيكسد ريشيو ولا هاي جريد لان يعني البي بي ار دي غير دي تمام. ده الريزم الار ده ايه كومبليكسز ده ايه اسمه ايه قلنا المره اللي فاتت اسكيب اسكيب فنتريكولار اسكيب. ده قلت ايه لو انا جيت على ده اديته مثلا كوردرون هموته تمام. اتريال ريت 85 فنتريكولار ريت 38 none of the atrial impulses appear to be conducted to the ventricle rhythm is maintained by junctional escape rhythm. ده نفس الكلام ده ان شاء الله ربنا يسهل المره الجايه junctional escape ده نفس القصه بدل الاسكيب rhythm ده بدل ما بيجي من الفنتريكل ده طالع من الايه من junction. marked ST elevation بسبب inferior A estimate. طب هنيجي نشوف بقى العلاقه بين البي نو جرادوال برولونجيشن ونو فيكس بي ار. يعني هي دي الخلاصه انا هنفي الاثنين دول هل في جرادوال برولونجيشن ولا لا وهل في فيكسد ايه بي ار ولا لا. هنشوف مثلا الفيكسد بي ار هل البي ار ديت فيكسد ليست فيكسد دي كده مختلفه خالص دي هنا مثلا اثنين وهنا واحده فهي ايه ليست فيكسد ايه ليست فيكسد بي ار ليست فيكسد بي ار. يبقى انا دلوقتي ليست موبتس 2 ولا فيكسد ريشيو ولا ان انا هاي ايه هاي جريد تمام كده عشان انا ما عنديش فيكسد بي ار. طيب الجرادوال برولونجيشن هل البي ار حصل لها جرادوال برولونجيشن وبعدين دروب؟ ما اعتقدش برضو ان القصه بقى ايه ماشيه كده خالص يعني هو ما فيش علاقه. ادي مثلا ده الرزم بتاع البيهات تقريبا هي كده اهي اهي وفي واحده هنا واقعه جوه الكومبليكس يعني ما لهمش علاقه ببعض خالص. كومبليت هارت بروك اتريال ريت 60 وفنتريكولار 27 none of the atrial impulse appear to be conducted to the ventricle. ده برضو ايه اللي هو الفنتريكولار ايه اسكيب ريزم تمام. برضو هنشوف ايه الجرادوال برولونجيشن والفيكسد ايه والفيكسد بي ار هل دي فيكسد بي ار ليست ايه ليست فيكسد ليست فيكسد. وانا برضو هنفي الموبيتس 2 والفيكسد ريشيو والايه والهاي جريد لان انا لست ايه لست فيكسد. طيب جرادوال برولونجيشن هل دي جرادوال برولونجيشن وبعدين في حاجه مثلا بتقع انا مثلا ادي بي ار وبعدين انا عندي في بي ثانيه اهي وبي اهي وبي جوه الكومبليكس وبي اهي فهي برضو مش ماشيه خالص انها جرادوال برولونجيشن وبعدين بي وقعت. الخلاصه اللي انا اقصد اقولها يعني عشان انا اطلع السرد ده لان هو في ساعات استشاره بتبقى فعلا بتلخبط يعني ان انا هبص على الاثنين دول هل هي في فيكسد بي ار او ان انا جرادوال برولونجيشن. انا عملت اكسكلوجن للفيكسد بي ار يبقى انا دلوقتي انا لست موبتس 2 انا لست فيكسد ريشيو انا لست ايه هاي جريد خلاص انا كل دول طلعتهم تماما
ما تبقاليش غير ايه؟ غير الموبيتس 1. الموبيتس 1 سهله ان انا هجيب ايه؟ جرادوال ايه؟ جرادوال برونجيشن لحد الكومبليكس يقع، دي لوحدها سهله اعتقد. فدي سهله، انا الباقي شفت الايه؟ الفيكسد بي ار. لقيتها فيكسد بي ار، دور بقى هي مين ايه؟ في الثلاثه دول. هي مش فيكسد بي ار ولا جرادوال برونجيشن، يبقى انا كده غالبا هكون ايه؟ كومبليت هارت بلوك. ولو قعدت دلوقتي بقى اشوف مثلا البيهات ماشيه ازاي والكومبليكس ماشي ازاي، مش هلاقي ان هي ولا بي هي اللي موصله اصلا الكومبليكس ده، لان ده طالع من الفنتركل، فده لازم يكون وايد. ما احنا قلنا ده اللي هو مكتوب اهو فنتركولار اسكيب ريزم، انا طالع من الفوكس في الفنتركل، ربنا كرم العيان ده وطلعت، فعشان كده انا لازم اكون وايد. اكن انا مثلا بي في سيز، بي في سيز ده بقى ايه؟ وايد كومبليكس بقى عشان الكوندكشن والكلام ده، تمام. انما التاني مثلا فيرست ديجري هارت بلوك، انا نازل من فوق، سكند بانواعه انا برضو بي نزلت من فوق، فانا نازل عن طريق الرايت والليفت بندل، فانا ككومبليكس انا ما عنديش مشكله. كومبليت هارت بلوك اتي ريت 100، فنتريكلور ريت اونلي 15. This patient need urgent treatment with atropine or isoprenaline and pacing. In high grade AV block there is B wave followed by complex. يعني مهما كان لو هو هاي جريد انا هكون في بي وراها كومبليكس، والبي ار دي انترفال دي هتبقى ايه؟ مش تبقى برولونجد وهتبقى فيكسد. كوزز ذا سيم از موبيتيز 1 و 2 موست كومن انفيرور ام اي ايفي نودا بلوكينج دراجز او انها ايديوباثيك اي ديجنريشن ايه الكوندكتنج سيستم. In third degree AV block, there is complete absence of AV conduction with none of the supraventricular impulses conducted to the ventricle. The perfusing rhythm is maintained by junctional or ventricular escape rhythm. Clinical significance. The patient may suffer from ventricular standstill leading to syncope if self-terminating. يعني لو هي مثلا حاجة كده بريف كده سينكوب ويرجع، أو sudden cardiac death لو هو مرجعش. They require urgent admission for cardiac monitoring, backup temporary pacing, and usually insertion of permanent pace. Complete heart block shouldn't be confused with high-grade AV block, a type of severe second-degree heart block with a very slow ventricular rate, but still some evidence of occasional AV conduction. AV dissociation. This term indicates only the occurrence of independent atrial and ventricular contraction. يعني هو كل واحد شغال لوحده. And may be caused by entities other than complete heart block. The presence of ventricular rhythm such as accelerated atrioventricular rhythm أو إيه؟ أو VTAC. يعني مثلا أنا عندي VTAC هو ما فيش علاقة بين الاتريوم والفنتريكل، تمام؟ اللي هو في AV dissociation. ما هو ما معنى الكلمة دي؟ إن مش كل الـ AV dissociation هو عبارة عن إيه؟ عن complete heart block. ممكن يكون في dissociation ما لهمش علاقة ببعض، لكن إيه؟ مش complete heart block. ده برضو الاكسلريتد ايدي فنتريكولار ريزم، انا برضو فنتريكولار ريزم، تمام، بس انا برضو مش ثيرد ديجري بلوك. ده التفرقه منهم كده اختصارا. انا عندي موبيتيز 1 جرادوال برولونجيشن للبي ار، انا عمال بطول لحد ما واحده وقعت كومبليكس، وقع ريلاتيفلي كونستانت بي بي انترفال ديسبايت الريجولاريتي اوف كيو ار اس كومبليكسس. انا الكومبليكسس بتبقى الريجولار، قلنا لان انا البيهات ريجولار وانا ككومبليكس لست على مسافات متساويه من الايه؟ من الريجولار ده، انا بتغير من بيت لبيت من بيت لبيت، فانا في جزء ريجولار انا بالنسبه له الريجولار، فانا هكون الريجولار رياضيا يعني، تمام. موبيتيز 2 فيكسد بي ار دروبد كومبليكس وريجولار ار ار، طبعا ايه لو انا ما حسبتش الايه الدروب ايه بي، يبقى انا هنا ريجولار ار ار وهنا فيكسد بي ار ايه انترفال. الفيكسد ريش والهاي جريد بلوك، انا برضو انا عندي هنا فيكسد بي ار وريجولار ار ار. الثيرد ديجري بلوك انا ما عنديش جرادوال برولونجيشن، انا ما عنديش فيكسد ايه بي ار، يعني هم دول من الاخر انا شايفهم ان هم ايه يعني ازاي هعمل اكسكلوجن عشان اوصل للايه للسيرف. البي ار هل هي فيكسد؟ انا مثلا انا شايف بيهات وشايف كومبلكسس ومش عارف بالظبط اطلع العلاقه ايه ما بينهم. طيب البي وراه كومبلكس، بي وراه كومبلكس، انا مش عارف ده علاقتهم ايه. هل البيهات دي فيكسد؟ لا مش فيكسد، يبقى انا خلاص كده ايه في كام واحد استبعدتهم،
طيب اشوف بقى اللي هي في جرادوال برولونجيشن، يعني مثلا برضو حته الجرادوال برولونجيشن دي انا ممكن ابص الاقي المسافات باينه زي ما تكون جرادوال برولونجيشن، بس انا ممكن ابص الاقي ايه البي ار مثلا صغيره كبرت سنه بعدين رجعت صغرت، يعني مثلا 3 بي وراهم 3 كومبليكس، البي كانت صغيره طولت وبعدين قصرت، لا يبقى انا كده خالص مش موجة الزوان خالص، انا كده لا هي ماشيه بدون اي نظام، تمام كده؟